أرامكو بتجري استعدادات مبكرة لإدراج أسهمها بالخارج. كشفت مصادر مطلعة أن شركة النفط السعودية أرامكو بتجري استعدادات مبكرة لإدراج أسهمها دوليا بعد أشهر من تحقيق الشركة لأرقام قياسية باكتتاب العام الأولي اللي شهده العالم كله على أسهمها بالشرق الأوسط والسعودية للأوراق المالية. وقالت المصادر اللي رفضت الكشف عن هويتها إنه أرامكو بتجري محادثات مع بنوك في وول ستريت لصياغة سيناريوهات إدراج أسهمها بالخارج، ولم تحدد طبعاً شركة أرامكو جدول زمني معين، بس من غير المرجح إنه بيتم الطرح خلال العام الحالي بسبب ظروف السوق وضعف التوقعات بأسواق السلع. يعني طبعاً مواعيدكم أرامكو بخطوة دولية عالمية كبيرة غير الاكتتاب العام اللي شهده المنطقة العربية وخاصة المملكة العربية السعودية بطرح الأسهم بشكل عام، بس ما حددوا وقت معين. يمكن يفاجئونا مثل ما فاجئونا بالاكتتاب العام، مع أنه كان منحكى فيه من 4 سنين، وولي العهد سمو محمد بن سلمان كان حاكم باكتتاب أرامكو، بس صار فجأة حقق أرباح كتير كبيرة بشكل عام. صحيح.